Good afternoon. Very happy to be with you today, and I would like to start by thanking you very much for being here today. مساء الخير. أود أشكركم كلكم على مجيئكم هنا وأهلا وسهلا بكم. We are here because today we want to celebrate the World Day Against Trafficking in Persons that IOM and the global community seeks to raise great awareness of the risk of trafficking and to acknowledge the ongoing effort to combat human trafficking in the world. نحن هنا اليوم عشان نتكلم على يوم الهجرة والتجرب البشر. يوم عظيم طبعا, ولازم نرفع معنويات الناس ولازم نتكلم عن الموضوع ده. يلا شباب, يلا شباب, نبدأ. السبب ده عشان نحاول نحمي لعيبة الكورة ان هي يتم التجار بيها في النوع ده من انواع او صور التجار بالبشر. وفي طبعا صورة يعني شائعة من التجار بالبشر في نطاق كرة القدم, لاعبين كتير اتضحك عليهم وتم المتاجرة بيهم. The development of technology has had a considerable influence on the crime on trafficking in persons, presenting new challenges and opportunities for traffickers and those fighting against the crime. السنة دي عاوزين بشكل خاص نتكلم عن التكنولوجيا, والتكنولوجيا خاصة المتعلقة بالمتاجرة وجريمة التجارة في البشر. التشالنجز بقى الفرص اللي برضو التجارب الجاشه, ولازم ايه مع بعض نشارك في اتخاذ القرارات ضد الجريمه دي. There were researches and direct evidence that technology is being misused by human traffickers during all the stages of the crime, including the recruitment, the control, and the exploitation of victims. في أبحاث كتير اتعملت وتبين منها الاستخدام السيء للتكنولوجيا واللي بيستغلها يعني تجار البشر المجرمين في جميع مراحل الجريمة, بداية من توظيف الناس اللي بيشتغلوا مع المتاجر بالبشر وكل أجزاء الجريمة والتحكم في الضحايا